اول حاجة هنشوفها في المتحف هو بقايا الهيكل العظمي ده، ودي بتعود للعصور الحجرية. طبعا المصري القديم الحقيقة بدأ يفكر في قصة الخلود بعد الموت، وكان احد الخطوات المهمة ازاي يحافظ على الجثمان بتاعه عشان تستمر الحياة في العالم الاخر. فكان بيفكر ان هو يحافظ على الجثمان زي ما كان بيحافظ على الحاجات العضوية التانية زي الاكل مثلا او الحبوب او البذور بتاعة المزروعات. فكان الهدف منها التجفيف، فكان بيعمل حاجتين. كان الاول بيحاول ان هو يجفف الجثمان على قد ما يقدر بان هو بيخرج الاحشاء الداخلية بتاعته ويحتفظ بيها في اواني فخارية اللي هي بسميها الكانوبيك جارس او الاواني الكانوبية، وفي نفس الوقت بيحاول ان هو يحط مكان الاحشاء اللي هو خرجها دي، بيحاول يحط نوع من الاملاح اللي هي جاية من وادي نطرون. الاملاح وادي نطرون تمتاز ان هي بتساعد على الاحتفاظ بالجسم جاف، ويقدر ان هو يقاوم العوامل الطبيعية ويقدر ان هو يعيش لفترة طويلة، وده اللي جالنا الحقيقة من المومياوات زي ما شفنا. طبعا عشان الفترة دي كانت لسه الموضوع بدائي، فهنلاقي ان معظم الاجزاء العضوية في الجسم انتهت وبقى عندنا بقايا هيكل عظمي.